السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بكم اليوم في فيديو جديد على قناة زد تيك. اليوم سأتناول الحديث عن الماك بوك برو الجديد الذي تم إطلاقه البارحة، وأغلب وأبرز الخصائص والمميزات التي أتى بها هذا الماك بوك برو لعام 2020. الماك بوك برو 2020 أو 2020 قد أتى ب 13 إنش، والذي كان أو دارت أو كان هناك إشاعات تدور على أنه سيأتي ب 14 إنش، ولكن للأسف خالف الكثير من التوقعات والشائعات وقد أتى ب 13 إنش. أطلقت شركة أبل أربع أنواع من هذا اللابتوب، نوعين للفئة المنخفضة ونوعين للفئة المتوسطة على حسب تقديري أو اعتباري، لأن الماك بوك برو 13 أو 13 يعتبر من الفئة المتوسطة وليست من الفئة الهاي إند أو التوب إند لللابتوبات. سأتناول الحديث عن الأربعة بالتفصيل والمميزات والاختلافات بينهم في دقائق معدودة. اللابتوبين من الفئة المنخفضة يأتيان بمعالج كور i5 الجيل الثامن وبتردد 1.4 جيجا هرتز، ويمكن رفع أو دفع القوة إلى 3.9 جيجا هرتز. كما يمكن استبدال المعالج بمعالج آخر عند شرائك أو طلبك لهذا المنتج بكور i7، ويأتي ويصبح تردد المعالج 1.7 جيجا هرتز، ولكن يجب عليك أن تدفع $300 إضافية. وأما كرت الشاشة فهو من شركة انتل، والذي يحمل اسم انتل ايرش برو 645، والذي تم إصداره السنة الماضية، والذي يساوي أو يعادل بقوته نيفيديا جي فورس 940 ام اكس أو 930 ام. أما الرامات فهي رامات LPDDR3، والتي تأتي بتردد 2133 ميجا هرتز، والتي أيضا يمكن استبدالها أو رفعها إلى 16 جيجا بايت. وأما عن سعة التخزين فأحدهما يبدأ بسعر تخزين 256 جيجا بايت، طبعا نوع SSD، وأما الآخر فيبدأ ب 512 SSD أيضا، ويمكن أيضا رفعهما إلى 2 تيرا بايت. أما الشاشات فهي شاشات ريتنا ديسبلاي نوع LCD 13 إنش. وأما عن الكيبورد فهو ماجيك كيبورد الذي تم إعادة استخدامه مؤخرا السنة الماضية، ويأتي أيضا مزودا بتاتش بار وتاتش ID، وأيضا يأتي بمنفذين ثاندربولت 3. أما عن الفئة المتوسطة من هذه اللابتوبات فتأتي بمعالج من الجيل العاشر كور i5 2 جيجا هرتز، والتي يمكن دفعها إلى 3.8 جيجا هرتز، والتي يمكن استبدالها أيضا بمعالجات أو بمعالج كور i7 2.3 جيجا هرتز مع دفع $200 إضافية. أما كرت الشاشة فهو أيضا من شركة انتل، والذي يحمل نفس اسم أو الطراز من اللابتوبين للابتوبين السابقين، ولكن مع عدم ذكر الإصدار أو الرقم الذي يأتي بعد الاسم. فاسم كرت الشاشة في هذه اللابتوبات هو Intel Graphic Irish Pro فقط، لا يحمل، لا أعرف أو لم يتم ذكر إذا كان هو 645 أو 655 أو 650 أو إلى ما هنالك. وقد حاولت البحث والتقصي عن أي نوع أو إلى ماذا يرمزون مع هذا الاسم، فيا ريت اللي بيعرف الجواب يكتبه تحت بالتعليقات، وشكرا لكم. أما الرامات في هذه المعالجات فهي من نوع LPDDR4X، وتبدأ ب 16 جيجا بايت، ويمكن رفعها إلى 32 جيجا بايت، وتأتي بتردد 3733 ميجا هرتز. أما عن سعة التخزين فيبدأ أحدهما ب 512 جيجا بايت، أما الآخر ب 1 تيرا بايت، ويمكن رفعهما إلى 4 تيرا بايت. أما عن المنافذ فيأتيان بأربع منافذ Thunderbolt، وأما نوع الشاشة فيأتي بنفس نوع الشاشة مع اللابتوبين السابقين، ونفس الماجيك كيبورد أيضا مع اللابتوبين السابقين، ويأتي بأربع منافذ Thunderbolt الجيل الثالث. وأما عن الباور أدابتر فهو 61 واط لكل اللابتوبات، ويأتي طبعا بتايب سي. أما الأسعار فهي مختلفة بحسب اختلاف
سعة التخزين لكل فئة باختلاف الفئة المنخفضة أو الفئة المتوسطة. أما الفئة المنخفضة فتبدأ ب $1,299، واللابتوب الثاني من الفئة المنخفضة في بسعر $1,499. أما اللابتوب الأول من الفئة المتوسطة فيبدأ بسعر $1,799. أما اللابتوب الثاني من الفئة المتوسطة فيبدأ بسعر $1,999. الأعزاء المشاهدين، أتمنى أن أكون قد جاوبت على جميع استفساراتكم وقد أعطيت صورة موجزة عن اللابتوبات التي أطلقتها شركة أبل البارحة. يا ريت إذا عجبكم الفيديو لايك شير سبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.